في هذا الفيديو سأريك طريقة للحصول على مجموعة من الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية ولو كنت تسكن خارج أمريكا، وهذا هو النقطة التي يكون فيها المشكل، أي أن مجموعة من الشباب يقوم بالتسجيل في مواقع الوظيفة في أمريكا والدول الأخرى، لكن أو كندا مثلا، لكن بعض الدول أو بعض أصحاب الوظيفة لا يقبلون لا يتم لا يقومون بقبولهم لسبب أن صاحب الوظيفة لا يريد أناس خارج الدولة، مثلا خارج أمريكا لا يريد موظفين خارج أمريكا، لهذا ولو كانت درجة التعليم الخاصة بطالب الوظيفة عالية، أيضا المهارات التي لديها عالية، لكن لا يتم قبوله، وهذا هو السبب. لذلك يجب أن تبحث في الوظائف التي تكون مخصصة لأصحاب للناس الموجودين خارج الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الحل هو كتابة ما يلي في البحث، تكتب jobs for people outside of USA ثم تضيف الموقع Indeed، وهو موقع معروف للبحث عن الوظائف. إذا بعد كتابة هذه الجملة هي هنا في الأعلى، تضيف on Indeed ثم تبحث، تقوم بالبحث وستنبثق لك الواجهة الخاصة بالموقع. هنا ستجد آلاف الوظائف، تختار الوظيفة التي تريدها، أو من خلال هذه الأيقونات يمكنك تحديد الوظيفة التي تريدها بالضبط. مثلا هنا الكاتيجوري الخاص بك، تختار جوب كاتيجوري، مثلا هنا الأكل فود وغيرها من الكاتيجوري. هنا تختار مثلا مجموعة من الأشياء، مثلا الموقع، مثلا الإكسبيرينس الخاص بك، الليفل، مستوى الخبرة لديك، مستوى التعليمي، يمكنك من الأحسن أن تفعل هذه الخاصية لكي يقوم الموقع باقتراح آخر الوظائف التي تم وضعها في الموقع. مثلا هذه الوظائف تم وضعها في الموقع في هذه اللحظة، هذه الوظيفة مثلا تقوم خاصة بماكدونالدز، تقوم بالتسجيل فيها. مثلا التعليم الخاص، يسألونك عن درجة التعليم الخاص بك، ثم اللغة، هل لديك لغة إنجليزية، ثم المبلغ، قد يتم اقتراح المبلغ الذي ستتقاضاه في الساعة. ثم هنا بعض التفاصيل الأخرى، هنا موقع العمل، ثم تقرأ التفاصيل وبعدها تدفع عن طريق هذه الأيقونة. مباشرة بعدها تضغط على الإيميل وتدخل البريد الإلكتروني، ثم تتسجل في الموقع. مباشرة بعد ذلك تقوم بإدخال المعلومات الخاصة التي يطلبها صاحب العمل، وبعدها تقوم بإرسال هذه المعلومات وتنتظر إلى أن يتم التواصل معك. هذه الخطوة سهلة جدا، فقط يجب أن تقوم بمراقبة البريد الإلكتروني إلى أن يتم التواصل معك. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، وشكرا.